الآن إلى شباك الدنيا، نذهب فيه إلى برلين وتحديدا إلى شارع يعرف بمطاعمه اللبنانية قبل أن يتحول بعد موجة نزوح السوريين أو اللاجئين السوريين بفعل الحرب إلى شارع العرب في نظر الألمان، ليصبح الشارع الهادئ واحدا من أكثر شوارع العاصمة الألمانية ازدحاما ويغدو منطقة لتلاقي الثقافة العربية بنظيرتها الغربية. أطلق عليه تاريخيا اسم بيروت الصغيرة بمتاجره ومقاهيه اللبنانية، وفي عام 2015 دبت الحياة في شارع سنينالي الشهير في برلين مع تدفق اللاجئين السوريين، وبات يعرف باسم شارع العرب. من بين الوافدين إلى الشارع شاب سوري يدعى عمار قاسم، لجأ إلى ألمانيا منذ 3 سنوات، واليوم أصبح مطعم الدمشقي الذي يمتلكه قاسم واحدا من أشهر معالم الشارع. أنا حاب أفتح شغل سريع، يعني اخترت شارع العرب إنه كونه لغة، يعني ما راح أقدر دغري إنه والله أحكي ألماني، فهذا الشارع كله كان عرب، يعني إنه قدرت أتعامل معهم، وأصدقائي اللي يحكوا ألماني تعاملوا مع الألمان. ويتذكر قاسم العديد من المشكلات التي واجهته فور فتح المطعم، بعض منها من الجيل الأقدم من المهاجرين العرب. كثير حكوا لنا اياها، انه احنا انتم جيتوا بسرعه، اخذتوا اقاماتكم واشتغلتوا، احمدوا الله، احنا حامدين الله، بس ليش انتم عم تحكوا لنا هالشيء؟ يعني مثل ما احنا اجينا لاجئين، انتم جيتوا لاجئين، عدم يعني كلياتنا يعني حال واحد. ولكن رغم الصعوبات التي أدت إلى غلق مطعمه في البداية، ساعدت قاسم أسرة لبنانية في العثور على مكان جديد وأصبحوا شركاء في مشروعه الناجح. صار حكي إنه نفتح محل ثاني، أنا ما كان عندي قدرة، فإن ساعدوني ووقفوا معي، يعني كثير كانوا مثل أهلي وزيادة، يعني هيك بصراحة. وفي ذات المطعم يجلس منصور حزام المعروف في الشارع باسم الحاج، وهو فلسطيني ولد في لبنان، هاجر منذ نحو 20 سنة، وكان هو من ساعد قاسم وغيره من الوافدين الجدد في مشاريعهم التجارية. نظرا للحرب الدروس في سوريا ومشايتها وحجمها، فكان قرار ألماني أعطى الناس إقامة تعيش فيها، في منهم أخذ حماية، في منهم أخذ 3 سنوات، تمام، كان أمر طبيعي. هلأ فلسطيني اللبناني أو اللبناني له نظرة أخرى، كان صحيح طول 10 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، بس هذا لا يعني أن أنا أنظر للإيه جديد، يعني ليش أخذ هيك هو، ليش السوري الفلسطيني اللبناني أخذ شيك أو اللبناني أخذ شيك. ويلعب منصور دور الوسيط بين أجيال المهاجرين، وأنشأ لجنة من أصحاب المتاجر يجتمعون شهريا. احنا ببدايات كان في صعوبه، وكان في كيديه وبغضاء وتناحر بموضوع الاسعار، سوق عامه بتعرف الشباب جايين واخوان جايين من مكان ما فيش مؤسسات. شكدنا لجنه مركزي بتضم كل اصحاب المحلات والمواد الغذائيه ومن ثم مطاعم. وفي الوقت الذي تبرز فيه نبرة الهجوم ضد العرب في ألمانيا، تبقى متاجر ومطاعم شارع العرب نماذج فريدة لنجاحهم هناك برغم بعض الخلافات الداخلية وبرغم قسوة البعد عن الوطن.